السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. يعني سعادتي لا توصف بوجودي مع أخواتي وإخواني في هذا المؤتمر وفي هذا الائتلاف. حماسي كبير، وقد اشتعل هذا الحماس مع الكلمات الحماسية التي سبقتني. هذه مقدمة يعني أذكرها، لأن فعلا يعني ما شاء الله ما شهدته وما لمسته خلال جلستي البسيطة يعني أشعل فينا العديد من المشاعر، العديد من الأحاسيس، وهذه طبعا أساسها موجود والحمد لله. موقفنا إحنا كشعب قطري من القضية الفلسطينية ومن القدس موقف ثابت ولن يتغير، فحبها موجود في قلوبنا وينمو معنا ويكبر معنا. أي طبعا غير معد لها، لكن من القلب خرجت وإلى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، كل باسمه ومقامه، الإخوة والأخوات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لي أن أشارككم أعمال هذا المؤتمر ممثلة للمرأة القطرية ومجلس الشورى القطري، وإنني أغتنم هذه الفرصة لأنقل لكم تحيات سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، وتمنياته لمؤتمركم هذا بالتوفيق والسداد في كل ما يتطلع إليه من أهداف وقايات ومخرجات. وتوجه بالشكر والتقدير للجمهورية التركية على استضافة هذا المؤتمر. إن مؤتمر ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين، رائدات القدس، والذي يأتي هذا العام في نسخته السابعة تحت شعار رائدات القدس يصنعن نصرها، لكي يفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد صمود ومقاومة المرأة الفلسطينية، ونقل صورة حية عبر وسائل الإعلام لجميع أنحاء العالم توضح ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات لحقوقها في صمودها وكفاحها في مواجهة آلة الحرب لجنود الاحتلال. كما أن هذا المؤتمر فرصة طيبة لانضمام عناصر نسائية شابة من جميع أنحاء العالم المحبة للسلام والساعية لإقرار الحق لائتلاف المرأة ودعم صمود المرأة الفلسطينية في مواجهة العنف والقمع الإسرائيلي في القدس الشريف. الأخوة والأخوات الكرام، إن دور المرأة في نصرة القدس وفلسطين لا ينحصر في كونها تمثل نصف المجتمع، وإنما هي المسؤولة الأولى في الأسرة عن إعداد وتأهيل الأجيال الناشئة على الإيمان بالقضية الفلسطينية، وأن القدس والمسجد الأقصى ملك للأمة الإسلامية جمعاء، كما بنينا نحن وبنيت شخصياتنا سواء في المناهج الدراسية أو في بيوتنا أو في وسائل الإعلام، ربتنا على حب القضية الفلسطينية والانتماء لها. ومن الواجب علينا جميعا الصمود والمقاومة والعمل على تحريرها من أيدي القاصب المحتل، فلقد عانت المرأة الفلسطينية خاصة في الأعوام الأخيرة ظروفاً صعبة وقاسية، بعد أن صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً ضدها، وذلك بادعاء كاذب وهو الاشتباه في أعمال إرهابية تقوم بها المرأة الفلسطينية ضد جنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في صفوف نساء فلسطين، وكانت آخرهن الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، محاولة منهم لإسكات صوت الحق والكلمة الحرة. هذا إلى جانب حملات الاعتقال للكثير من النساء. وأود أن أقتبس هنا من كلمة حضرة ميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله أمام مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد
في مدينة دافوس مؤخراً تحت شعار التاريخ في نقطة تحول، قائلاً: قبل أسبوعين تم قتل شيرين أبو عاقلة في فلسطين، وهي صحفية فلسطينية أمريكية مسيحية، تم حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى. كانت شيرين تغطي معاناة الشعب الفلسطيني لعقود، وقد تفطرت قلوبنا لمقتلها. إن مقتلها لا يقل رعباً عن الصحفيين السبعة الذين قتلوا في أوكرانيا في مارس من هذه السنة، والثمانية عشر صحفياً الذين قتلوا في فلسطين منذ عام 2000، وكذلك العدد الكبير من الصحفيين الآخرين الذين قتلوا وهم يؤدون مهامهم في العراق ولبنان وسوريا واليمن. انتهى الاقتباس. الإخوة والأخوات الأفاضل، إنما شهدناه نحن والعالم في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة القدس الشريف والمسجد الأقصى، من الانتهاكات لحقوق الإنسان وفرض القيود الشعائر الدينية والاعتداءات على المصلين داخل المسجد الأقصى، بل وتدمير كل شيء داخل المسجد الأقصى بما في ذلك من حرق للمصاحف الشريفة. كل هذا يدعونا جميعاً من خلال مؤتمركم هذا إلى مناشدة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية توفير الحماية والمساعدة للمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات من أجل دعمها وتمكينها والنهوض بها ودعم صمودها ومقاومتها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقها وممارسة شعائرها الدينية في المسجد الأقصى والقدس الشريف. ثانياً، دعوة منظمة العفو الدولية إلى ممارسة ضغوطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف العنف والقمع ضد المرأة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسيرات من سجون الاحتلال ومعتقلاته. وإنني أتوجه من هنا من اسطنبول إلى بطلات الحرية في المعتقلات والسجون الإسرائيلية بكل التحية والتقدير، وأدعو نساء العالم إلى التعبير عن استنكارهن لهذا الظلم والقمع الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، سواء في سجون الاحتلال أو هي تدافع عن حقوقها. وتوانى ولن تتوانى يوماً عن مساندة ودعم المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ولا زالت قطر مستمرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، وليست المرأة فقط. فالموقف القطري الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة. كما ولا زالت القضية الفلسطينية حاضرة دائماً في كافة تحركات دولة قطر وقيادتها الرشيدة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه، في كافة المحافل الدولية والعربية والإقليمية، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ومواقف دعم دولة قطر للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا تخفى على أحد. وأود الإشارة هنا أيضاً إلى ما ورد في كلمة سموه الأخيرة: ونظراً لأننا نسلط تركيزاً دقيقاً وكبيراً لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، فإنني آمل، هنا يؤكد سموه، أن نولي نفس القدر من الاهتمام والتركيز والجهد لحل جميع النزاعات المنسية أو المهملة، لأن الناس جميعاً يستحقون السلام والأمن والكرامة. إن المثال الأكثر وضوحاً في هذا الصدد يتمثل في فلسطين، وركز سموه على فلسطين والقضية الفلسطينية التي ظلت جرحاً مفتوحاً منذ إنشاء الأمم المتحدة. لقد ظلت هذه العائلات ترزح
تحت الاحتلال منذ عقود، بينما لا يلوح في الأفق أي مخرج. لقد استمر تصعيد العدوان الاستيطاني غير القانوني بلا هوادة، ونفس الشيء ينطبق على الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. ولا زلت أدعو الله أن يستيقظ العالم ليعي المظالم والعنف الذي يتخذ موقفاً إزائه. هاي انتهى الاقتباس لكلمة سموه. ويكفي أن الزعيم العربي الوحيد الذي زار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها هو صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظهم الله وأطال في عمرهما. وختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر وهذا الائتلاف وإتاحة الفرصة لي للتحدث أمامه، كما أغتنم هذه الفرصة لتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي تعد نموذجاً شجاعاً للمرأة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقها وأرضها حتى لاقت ربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.